ايه ده؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا اختي. What do you want؟ انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجة. This is my home and this is my wife. بس طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبستني مجسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده مروان هما دول المصريين في الغربة؟ ماشي عشان ما تصعبش عليا. اوكي جو جو خلاص جو جو اديك في وش امك خلاص. انت هنا طبق من خد رجع اسم مصر القديمة في بوكس كلبشة في ايدك وفتحها عنيكها كويس لحسن تهرب تاني. حاضر يا فندم. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي. منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملوها لي تاني؟ والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده برضك، برضك بيتصل، قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قول للنبي هنرجع مصر؟ لا. عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قاعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعه واول ما يشوفه مع نجوان او مع مروان هيبلغني على طول. والنبي انت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر ميه. طبعا. الو يس يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسالك عايزه تنضفي اوضتك امتى؟ اما راجل بلد وقديم الذوق صحيح، وهو شرفه يعني بتنظيفي، هو كان يعرف انا بنضف ولا لا؟ كوريا انت مفيش اي فايده فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهيه. ممكن بقى كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه؟ انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايزه اتمشى. انت ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا. بسبب انا؟ بيعزل بسببي ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعك. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده مفيش. يا ابن الكلب ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل يبقى معلش بقى سوري انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر هتقتل يا هتحبس، انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطري يا سوك بلاش كل يوم تنط لي في المستشفى. يا ابله المره اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وانا بصراحه النهارده جايه اطيب بخاطرك واقول لك انا اسف. طب انا اصلا كنت عايزاك في حوار. ايه الحوار؟ انا تحت امرك اموريني. الحاجه انتصار شفتها بتشحت في الشارع ورحت عشان اطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن وهي يا عيني عيانه ولا حمل ده ولا ده. على فكره بقى جوزها ده زباله الزباله، بس بعد ما شاب ودوه كتاب هنطلقهم من بعض يعني؟ معرفش بقى يا سوكا، بس اكيد الموضوع ده لازم حل يعني، مش معقول نسيبها كده. لا لازم نحله الاول، نحل موضوعنا. احنا عايزين الزيتونه تخش جوه السندوتش، وانا تحت امرك بقى احللك موضوع انتصار ليلى دعاء اللي انت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، انا اصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا ابل ابطل غنى، هبطل غنى قبل افتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبده. يا لهوي لا يا سوك انا ما يرضنيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول انا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ انا اكره الدنيا كلها الا قبل هاجر.
انا بحبك، عارفه يعني بحبك. طب اسمع، انا هقول لك على حاجه، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في افراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصايه من النص، وانا ساعتها اقعد مع فواز اخويا واقول له لو ما اتجوزت السوكه مش هتجوز تاني. عرف يا كوري، دي مش اول مره اجي لنا. كل مره بجيها بحس استكشف اكتر من المره اللي قبلها. ايوه المره دي مؤاخذه معلش، ولا ليا نفسي اعمل فيها اي حاجه. ليه كفله الشعر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوري. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوه قوي يا كوري، بس للاسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفه خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك خلي بالك. الله يكرمك، ده انا الحلوه ولا بتاع ده، حتى الحلوه بيجزع. بقول لك ايه، سيبك اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا، اللي حبسك مروان، يعني انت عايزه تنتقمي من مروان؟ ليلى دي ملهاش لازمه، دي مجرد آلة بتنفذ. دي واحده بس ردها كده. ماشي. ايوه عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. ايه؟ خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. إيه؟ كان عندك حق لما قلتي لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت، وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعمالي، هخش له تحت بطنه وابقى دراعه اليمين، واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومادام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى، جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله، يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه، بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامة يا اختي. وبعدين يا هيمو. هايدي جت اهي. وصلت. بابي. حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، أنا مش مصدقة والله. إن شاء الله عدوينك، إن شاء الله. والله حرقة قلبي عليكي، كيف حرقة قلبي على كوريا بنت أختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظاليين. إحنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم؟ راحة. انتوا امشوا، ما تبادروش نفسكم معايا. انا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله في اللي هتقوليه في النيابه، هاجي معاك يوميها واقوله لك. بابي ارجوك ما تسيبنيش. ماشي يا حبيبتي، هنسيبك نروح فين؟ استنى بس. حاضر.
علاء بيه، عايز اقول لحضرتك حاجه. هايدي بريئه، والله العظيم بريئه. لو سمحت ساعتك تخلي بالك منها، وبرائتها هتبان قريب ان شاء الله. ما تقلقش، انا حبيتها عندي في المكتب لغايه ما تتعرض على النيابه الصبح، مش هخليها تدخل الحجز. ما تقلقوش، علاء بيه هيخلي الموضوع سهل جدا عليا، مش كده ولا ايه؟ تعالى ورايا. شيل ده يا واد تعوم. هو الراجل اللي قاعد هناك ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغشه ومش شايفه؟ ده انت نظرك ستة على ستة ويدخلك الكلية بتاعت أمناء الشرطة مرتاحة. هو بعينه بغباوته بشكله العكر. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واد؟ زبون. الواد كبداكي قلبه في 105,000 بوليو، فقاعد بقى عشان ينسى. يا خرابي عليك يا كبداكي يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس؟ ناقص الحداية ما بتحدفش بلابل. اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. عليا التعوم بالتلاتة، الام سوكا مدرسة، ومدرسة خاصة كمان من ام مسارين. مدرسة امناء الشرطة. بحبك يا ام سوكا. انا بحبك يا واد يا تعوم. السلام عليكم سلومة. عايزة ايه يا ام سوكا؟ مالك مالك يا سلوم؟ مالك يا اخويا متدهول على روحك كده وقاعد متبهدل وهدومك متهرولة ومتطينة عامل زي اولاد الشوارع اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون؟ مالك يا اخويا؟ كنت عايش سلطان زماني، كان معايا كل حاجة، فجأة غمضت عيني وفتحتها لقيتني خسرت كل حاجة، الجلد والصقر كل شيء راح. الأوائل راحت وهبتي راحت وفلوسي راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو أنت أصلك الراجل دون وواطي وخسيس وما عندكش دم وتاكل مال النبي، تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع، عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هو عادي يعني. والله انا راجل طيب وغلبان. انا غلبان يا ام سوكا لو شفتي جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي عليا ولي. اقول عليك ولي؟ طيب يا اخويا بقول لك ايه، قوم روح استحمى، خد لك حمام كده هو ونظف نفسك والبس هدمه نظيفه وما تنكدش على مخاليق ربنا. منك لله يا شيخ نكدت عليا، جبت لي اكتئاب ولا ناقصه اكتئابات يا اخويا؟ يا نجم مصر ينفع يعني الغيبه دي كلها يا سوكا؟ انما انت ايه يا نجمه مصر ما شاء الله عليكي، قلتيها كلمه وما تنتهاش. على الطلاق انتوا اجدع دويتو شفته في حياتي. وانت يا سوكا انت كنت النهارده ايه ما شاء الله عليك ملعلع كده اهو. على فكره الطير المذبوح بيغني احسن من الطير اللي طاير. وانت يا نجمه مصر قلت ايه في الطلب العاطفي اللي انا طلبته منك؟ الله لسه يا اخويا بفكر. نوال نوال ابو شيكا نوال ارجع معايا البيت يا نوال ارجع معايا. انا غلطان، انا ندمان، انا ندمان يا ناس. ارجع معاك فين يا راجل يا مخبول؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما انا كنت معاك واستخسرت فيا عشان ترمي للغريبه. هو انتوا كده صنف دون بتتعاموا في عينيكوا لحد ما يروح منكوا. سامحيني يا نوال انا غلطان، انا غلطان يا ناس. بس الراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا يلا. انا عايز دواء يا عم. يلا بقى انت على طول نوال مراد على طول قال الهبته. يلا 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 يا متقاعد. جاتك 60 نصيبه فكرتني بايامك السودا. مروان مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مفيش.
الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغايه دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصل له. ما هو يا خبر بالفلوس بكره ببلاش. عندك حق، بس انا زهقت، ما تيجي نسافر. نسافر؟ نسافر لوحفيت اي حته، نروح لندن، مكسيك، اي حته ما فيهاش تسليم مطلوبين. هنسافر من اليونان ونكسر حاله الملل اللي احنا فيها دي. ايوه بس ده مش خطر؟ يعني هو ريسكي شويه، لو الطياره عطلت في اي بلد ونزلنا فيها الانتربول هيقبض عليا. بس عادي يعني، مغامره، مغامره حلوه. ايه يا مروان؟ ايه اللي عادي مغامره حلوه؟ معقوله؟ I feel you touch me in the pouring rain. ومن جهة المغامرة حلوة، المغامرة حلوة مفيش كلام. مش عارف ليه انا سقعت قوي، تكييفي عالي قوي، وعايز اروح اجيب الجاكيت من العربيه بس مش هقدر عشان رجلي شد عليا. طب ما تخلي اي حد من هنا يروح يجيب لك الجاكيت من العربيه. لا ما مش هينفع عشان العربيه فيها فلوس. طب خلاص انا هقوم اجيب لك الجاكيت. لا يا حبيبتي خليكي، لا لا خليكي، مش مهم مش مهم خلاص. لا يا حبيبي تعبك، راحه في ايه؟ يلا ثواني وكيل. شكرا يا حبيبي شكرا. لا خلي بالك من نفسك. اكسكيوز مي بليز. هو شي از ميلياردير فروم برازيل. اوكي ثانك يو. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية، لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك أوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انت، احنا الاثنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء، لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلومه وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هيدا انا حسبت الموضوع من كل الزوايا، وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني، يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك مليون الميه، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس، هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيبي؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر برا اليونان؟ ايوه بس لا انا قلت اجله شوية.
طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك في ايه؟ اصلي الصراحة كنت عاوزة اقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي خلاص. الله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي خلاص. ساعة ما احس نفسي ان انا مش خايفة منك هقولك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش اريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا إن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقعة على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعا بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في امتداد محامي للدفاع عنك في القضية؟ أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا ملك. إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ متنكرة عشان لو شافني معاك ما يعرفناش. يا حلاوة، واللي يتنكر يتنكر بالشكل ده؟ يو اللي عرفت أعمله بقى، أنتوا هتتأمروا كمان. بقول لك ايه، انا ركب امبارح كانت بتخبط في بعضيها فايبريشن كده وهو داخل عليا. فايب ايه؟ فايبريشن بالنون فايبريشن. يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ما دينا هو لبسته وحطيت الاحمر والاخضر والفوشيا والبرتقاني ولا بص له وعبرني حد. ما هو مش من اولها يا كوريا، ما انتي جوليا روبرتس يعني. مين؟ مريم فخر الدين. صبوا لو كان دخل علينا امبارح وانا متسحوله كده ما كان زماني وقعت بالكلام وكان وقعتنا هتبقى طيب. ممكن تهدي وتطمني خالص؟ امبارح كان في واحد قاعد على الترابيزه اللي جنبكم تبع عماد، يوناني بيتكلم مصري زي كده بالظبط، وبيشتغل في سفاره مصر في اتينا، وكان قاعد رامي ودن على الترابيزه بتاعتكم وسامع كل حاجه، ولو كنت عملتي اي دروب او حصل اي مشكله كان هيتدخل باي شكل ويغطي عليكي، بس احنا ما رضيناش نقول لك عشان ما تقعديش تبصي له وتفضحينا. والنبي ولا خدت بالي انا كنت في ولا في ايه؟ عموما دلوقتي مروان بلع اول طعم. انا عرفت انه سال واحد من الجرسونات عليك انت وعماد هناك، وقال له انك معاكي فلوس كتير قوي، ورسمه الدخول اللي رسمها لك عماد على مدير المطعم والمعلومات اللي سربها للجرسونات بانك مليارديره جاب نتيجه كويسه قوي. ايه؟ عشان تعرفوا بس ان مش الست جول لوحدها اللي حت، احنا برضو لو حبينا نبقى قزاز بنت بس هي النفس. ده مش مهم دلوقتي يا كوريا، المهم ان العين هتبقى عليكي، ولو حد شافنا مع بعض كل اللي احنا بنعمله هيبوظ، فانا لازم اسيبك لوحدك. يا لهوي انت هتبيعني يا دكتور؟ ابيعك ايه؟ هو انت سلعه؟ مش هينفع نقعد مع بعض في نفس المكان. انا حجزت لك في انضف وافخم اوتيل في اليونان، حجزت لك لوحدك لان طبعا مستواك المادي ما ينفعش ان انت تبقى قاعده في نفس المكان اللي احنا فيه ده، والواد اللي اسمه مروان ده سو وهيفضل يدور ويدعبس عليكي لحد ما يلاقيكي، ولو عرف ان انا نازل معاكي الاوتيل يبقى شكرا من كل اللي احنا بنعمله. نهار اسود، يعني انت هتسيبني اقعد في لوكاندا لوحدي يا دكتور؟ انت مش هتبقي لوحدك في اي حته خالص، انا هبقى متابعك طول الوقت، وبعدين لسه في حاجات كتير قوي وتعليمات لازم اقول لك عليها، بس كل حاجه في وقتها يا كوريا. ماشي. ايوه يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب كريمه حسن محمد فندم، امام ابو ضيف فندم،
عواطف علي. فندم. زينب محمد. فندم. حسنات محمد. اسمك كريمة ايه؟ ما اسميش كريمة، انا اسمي هايدي. انا بقى محفظتك الونس، جاية في ايه يا هايدي؟ انا جاية في العربية الزرقاء الكبيرة دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا ريح امك، ما انا عارفة ان انت جاية في العربية دي. تومتك ايه؟ يا بيبتي ايه؟ انت بنت مستجدة ولا ايه؟ لا والله انا مش مستجدة، انا ما عملتش حاجة، انا مظلومة. ما كلنا مظاليم يا اختي. فكرك انت وهي. افندم. اظن انا بقى كده كفاءة ومية مية، اخر 14 حاجة يا قمر. جبت كده في الحته النظيفه دي عشان ما اطلعلكيش في الشقه وتقفشي عليا تاني زي المره اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العباره؟ يعني مخرجني ومقعدني في حته غاليه؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنايا، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع واسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا رحلت لاماره ولا عيب، يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام بالصلاه على النبي؟ الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحدة قبلي يا زيزو. الله الله الله، زيزو يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. طالما قلت زيزو خلاص، ده باسم الدلع، والدلع ده علامة الرضا، زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي، لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كتب الكتاب انا ليا طلبين من عندي ومن عندي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليله اخر نمره ليه في المحل. لا لا لا، مش للدرجات دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له بس كده. عيني ده تأمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانية. اهو الطلب التاني، انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عنده كلب في الزحمة؟ ايه نص الكباريه؟ هو انا مش هشاركك في عيشتك؟ يبقى كله شرك. واكتب لك ليه يا داني؟ الله يا بنت الحلال، لما هنتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك، ده انا نفسي بشحمي ولحمي هبقى بتاعك. ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شرط اخره كشاف يا عنايا، وده شرطي. وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقول لك زوجتك نفسي. سلام يا زيزو. وانت امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعي باهي برشا. ايه؟ باهي برشا. انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك؟ نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل بصيت لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو؟ لا يا شيخ ما فهمتش انا. تعالى. صباح الفل. قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم، شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. وي كام تو هيلب يو اند وي هاف سمثينج فور يو. فور مي؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لا مؤاخذه علم عليك في الماظه وطلع منك مليون ونص يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 million euro. That's correct. How did you know? قول له ان كبداك يعرف الكفته لا مؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفته يا امير، في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته وانه راجل وجدع و100 100. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. He will return all your money. How? فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟
ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السودة دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that? شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعد. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونية. لا قانونية لا. بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له كده وقول له ان كبداكي ملوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت. يلا يا امير يلا يلا. الو سندس بتسلم عليكي كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاكي تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وهتبقي معانا. مش عارفه اقول لك بصراحه في الموقف. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. هي صح ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، والدكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني، بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها، يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات، اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم، وبعدين ايه لازمه البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه يا نجوان؟ احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه يعني؟ معقول يا باشا تشيلوا بنفسكم وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداكي، انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداكي. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق، طيب. يعني طيب اللي طيب انت عاوزه. طيب خلاص هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. يلا بينا. اوعى وسع يا نادر، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبقدرك، بس انا بقى يا اخي في حاجه محيراني جدا، ازاي انت متخيل ان واحده زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مروان؟ اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليم منهم. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس ايجيبشن مروان از هير.